تم تسجيل هذا المجلس في اليوم 20 من شعبان 1411 هجري الموافق اليوم 6 من الشهر 3 1991 ميلادي. مع ذلك الرسول عليه السلام أخذ بالاحتمال ولو في 100 واحد أنه هل شققت عن قلبه؟ يمكن أن يكون هذا المشرك في هذه اللحظة بدأ له أن يؤمن. لماذا؟ أنا أذكركم بقصة مصارعة الرسول عليه السلام لركانة الذي كان مصارعا وحيدا في زمانه في الجاهلية. فلما طلب من الرسول عليه السلام أن يصارعه فما كاد يضع الرسول عليه السلام يديه عليه إلا ورماه أرضا، أول مرة وثاني مرة وثالث مرة ويرحمك الله، إلا قال أشهد أن لا إله إلا الله. لماذا؟ لأنه رأى قوة فوق ما يتصوره. إذن هذه الرؤية التي رآها من قوة من الرسول عليه السلام دفعته أن يسلم تسليما. ممكن هذا المشرك حينما تبارز مع ذاك المسلم كان يظنه أنه يمكن هذا بدوي، يمكن أحمش الساقين، ما يقاوم جولة واحدة ليكون رماه صريعا على الأرض، وإذا به يصبر ويجاول ويصول وهو ثم تكون العاقبة أن يصبح مغلوبا تحت ضرب السيف لا إله إلا الله. ففي هذا الاحتمال، لذلك قال عليه السلام هلا شققت عن قلبي. فصدام تاريخه أسود ولا شك، وإلى اليوم حزب البعث لم يمحى اسمه. شو سمعت خبر؟ نعم لا أريد أردت أن أقول شيء. سمعت خبر؟ نعم. بيان رقم 7 يدل على هذا. نعم نعم، لا مو هذا قصدي. سمعت خبر اليوم أظن، أنت ذكرني يا عبد الرحمن، أعلن أظن أنه إلغاء بعض القرارات، فأنا علقت عليها ظننت أنه راح يلغي حزب البعث. فاهم أنا قلت هيك إنه غير على لو حط له بدالها. أيوة غير يعني. المهم أنا علق، أنا ظننت إنه غير يعني حزب البعث وكذا، هيك نكتة يعني وضعتها هنا. فالشاهد ما ظهر منه عمل يؤيد هذا القول حتى هذه الساعة. هل هي ساعة إيش الهزيمة؟ هل بتذكره أكثر إنه يعود إلى الله عز وجل؟ لا نزال نحن نمشي مع الشرع، مع ظاهر الشرع. من يشهد أن لا إله إلا الله نحكم بأنه مسلم، إلا إذا صدر من لسانه شيء ينافي شهادته، كهذا الذي تذكره أنت من قبل. وين كان هذا الكلام؟ بيان رقم 7. أي رقم 7 إمتى؟ بعد إعلانه لا الله أكبر على الساري على في بالمعركة. بالمعركة نعم، ضمن المعركة. ضمن المعركة بيان رقم 7 ضمن المعركة. إيه شو كان الكلام؟ لا أحفظ نصه أستاذ. على كل حال كيف؟ الخبر اللي حكى لك يا أبو معاذ أثناء المعركة، وهو إنه اجتمع بالتجمع هذا الوطني الديمقراطي الأردني وقال هالكلمة العظيمة اللي قال إنه الناس ترتقي إلى الإسلام ثم تعلو إلى الإنسانية، إلى مرتبة الإنسان. أيوة أي نعم تذكرت. أي نعم صح. إيه نسأل الله أن يهدي الضالين ولا جميعا. فالنتيجة يعني طبيعية لأنه ما كان مع الله، لكن هذا ليس من صالحنا بصفتنا مسلمين، ليس من صالح المسلمين. ولسا كلامه اللي حكاه بالفيديو انه ارتقي الى
الواحد للإسلام بعدين يرتقي للإنسانية. هذا كور. أيوة. طبعا. غيره. على زكاة عروض التجارة. نعم. يعني ما بعرف شيء جديد في الموضوع. يعني أنا أعلم. يعني شيء جديد من عندي؟ لا ما في عندي شيء جديد. هل بتعرفوا؟ ما في عندنا شيء جديد. خلاصتها أنه زكاة العروض لا زكاة عليها، الزكاة التي تذكر في الفروع، وهي أن كل تجارة تقوم في آخر كل سنة ثم يخرج من القيمة إذا بلغت النصاب 102.5%. هذه الزكاة ليس لها ذكر في كتاب الله ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في قول من أقوال السلف الصالح، لكن الذي يمكن أن يقال به بل لا بد منه هو أن عليها زكاة مطلقة، ليس لها نصاب معين أو نصف معينة، وإنما ما تطيب به نفس هذا الرجل الغني من باب قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. كيف؟ حتى لو كان عقار يؤجر يعني؟ إيه نعم. الله يجزيك. يقولون يعني يسمعوا منك بالنسبة للزكاة الذهب اللي اتخذ للحلية للزينة يعني للنساء. أيوة. بدنا نسمع جواب منك، يعني ما حكينا نحن رأي الشيخ، قال سألنا يا هيك في خصوص وشو هو النصاب الذهب اللي يزكى عنه. يعني بتريد يسمعه مسجل؟ أي مسجل بيمشي. ما في عندك أشرطة حول القضية؟ في شيء. إيه. كنت حاضر. إذا بدك هذا السؤال بعد 5 سنوات تراجع لي فيها. بينما عنده حاضر يعني. نعم غيره. نعم. بدي أسأل بالنسبة للشرب قائم، فيعني ورد في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم زجر ونهى عن الشرب قائم، وأمر الذي يشرب وهو قائم أن يستقي، وفي رواية أخرى أنه شرب وهو قائم. فشيخي هنا قول وهنا فعل، والقول مقدم على الفعل، وهنا علة في أحد الحديث كما ورد في أحد الحديث أن العلة أن الذي يشرب وقام يشرب معه الشيطان. فالآن شيخي كيف نجمع بين هذين الحديثين؟ بين هذين الحديثين أنت ذكرت ثلاثة أحاديث، فحدد الآن الحديثين المتعارضين حتى نوفق بينهما. كيف نجمع بين الأحاديث التي فيها؟ لا تقول أحاديث، حديثين. شيخنا هو الترابط، يعني نستطيع أن نوفق بين حديثين، ولكن الإشكال يأتي من الأحاديث الأخرى. كيف نجمع بين الأحاديث التي ينهى بها الرسول، ينهى الرسول صلى الله عليه وسلم بها عن الشرب قائم، وبين الحديث الذي يقول أنه شرب وهو قائم؟ هذو الحديثين. بينما ذكرت حديث. تفضل. هذو الحديثين هل ذكرت من الآن؟ بينما ديك الساعة ذكرت حديث شرب معك الشيطان، هذا هو الحديث الثالث. طيب فالآن بدك تجمع بين حديث النهي عن شرب قائما وبين أنه شرب قائما، مش هذا هو؟ طيب أنت ما جمعت إلا لما حكيت أن القول مقدم على الفعل. الشيخ إذن يحرم إذن شرب قائم على هذا القول؟ ما أجبتني أنت، ما جمعت لما قلت؟ أنا جمعت ولكن رجحت بما جمعت. لا أنا يعني ليس هذا المقصود من سؤالي. ما نعرف شو المقصود، لأن أنا الشيء اللي عم سألني يا أنت فعلته. يعني المقصود الشيء اللي بدي جاوبك عنه أنت جاوبت عنه. لا يا شيخ ما قصدت هذا، قصدت يعني إنه الآن الترجيح يعني يدل على حرمة شرب قائم ولا يدل على الاستحباب كما يعني فهمنا بعض ال. فلت صار سؤال مشكل. صار سؤال لا إله طعمي غير ذاك.
الحديث ذكرت أنت رواية نهى عن الشرب قائما، تعرف زجر عن الشرب قائما؟ تعرف هاي الرواية؟ كأني قرأتها في الصحيح. طيب أنت بتفهم فرق بين نهى عن الشرب قائما وبين زجر عن الشرب قائما؟ شو الفرق؟ الزجر هنا في تغليظ. طيب إيه شو التغليظ بقى؟ بيكون مكروه ولا بيكون حرام؟ بيكون حرام. كمان أنت عصيتنا الجواب، الله يجزيك خير. يعني إذا لا يعني وجود حديث اللي هو الشرب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يدل على استحباب، أو يعني لا يجعل مدلول الحديث الأول الاستحباب، يعني الكراهة عفوا. وبعدين الحديث الثالث تبع شرب معك الشيطان لا سمح الله كمان يؤكد التحريم، لأنه لا يجوز للمسلم أن يتعاطى سببا يشاركه الشيطان فيه، فلا يجوز أن يشرب قائما ويفسح المجال للشيطان أن يشرب معه لأنه شرب قائما. فهذا دليل آخر على تحريم الشرب من قيام غير نهى الزجر عن الشرب قائما. فإذا في عنا قرينتين تؤكدان أن النهي عن الشرب قائما على ظاهره، وأقول مشيرا إلى أن الأصل في النهي التحريم إلا لقرينة، وهنا لا قرينة، بل هنا قرينتان تؤكدان الأصل الذي هو الوجوب أو التحريم المعاكس للواجب. الواجب أن يشرب جالسا، والمنهي عنه أن يشرب قائما. النهي وحده الأصل فيه التحريم، ثم تأكد التحريم بقرينتين هما الزجر والآخر مشاركة الشيطان غيره. شيخ بس نعم. سؤال شيخنا، من شرب قائما معذور يصرف عنه أن الشيطان شرب معه؟ طبعا. بس هو استاذ ذكر الحديث قال في أمر بالاستقاء للي شرب قائم، هذا حديث صحيح؟ هذا هو في صحيح مسلم لكن في سند ضعيف. نعم. شيخنا العقيقة هل حكمها حكم الأضحية؟ سؤال نائس، بقدر أقول لك حكمه حكمها وبقدر أقول لك لا. فإن كان سؤالك من حيث الوجوب فأقول نعم، وإن كان من حيث التمتع بها فأقول لا. نعم هذا السؤال الآخر. هذا هو السؤال الآخر. الذي يذبح عن ولده له الخيرة في التصرف في العقيقة، إن شاء أكلها كلها هنيئا مريئا ولو كان من أغنى الناس، وإن شاء فرقها كلها ولو كان من أفقر الناس، وإن شاء جمع بين هذا وهذا وهذا، أكل وأهدى وتصدق. نفس السؤال، حكمها بالنسبة لعمرها أو سنها يعني يختلف عن الأضحية؟ يختلف. أي نعم، يعني ما في شرط. قريب من نفس السؤال، إنسان قال إذا رأيت هذا الشيء صحيح أني سأذبح، ما حدد هل هو يفرقه أم يأكل منه، أم ما حكم ذلك؟ يفرقه أو يأكل منه أو هنا هذا صار نذر بقى. نعم صار نذر. حينئذ النذر له ثلاث أحوال، إما أن يكون أطلق وعن الإطلاق فحينئذ ينصرف إلى الفقراء والمساكين، وإما أن يقيد حسب القيد، وإما أن لا يستحضر لا الإطلاق ولا القيد فهو في حكم المطلق، بمعنى لا يجوز أن يأكل منه إلا إذا عنى وقصد. أستاذ في حديث عن السواك
قالوا للصحابي أظن كبر، فنفس السواك كانوا يستعملوه يعني يقدم من هو أكبر سنا. صحيح الحديث؟ في البخاري. اي لا تفضل. انه في حديث قدسي بما معناه انه من كان اخر كلامه لا اله الا الله والله اكبر، لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا اله الا الله له الملك وله الحمد، لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله لا تمسه النار. يعني هل صحيح الحديث او هي يعني خلاصه نهايه الحديث لا يدخل النار يعني لا تمسه النار؟ لا تمسه النار. الحديث بهذا اللفظ حقيقة أنا لا أعرفه، لكن ما أظن أنت سؤالك يعني بهم كلمة تمس النار، يعني بهمك أنت من حديث كلمة لا تمس النار؟ إنه أقوال هي يعني إنه هي صحيحة إنه تقول إنه لا تمس النار؟ لا أعلم ولا أعتقد أنه يصح في مثل هذا حسب الحديث التي مرت بنا، لكن يعني أنت سؤالك يتعلق بالحديث من حيث أنه جاي بهذه الألفاظ وإله هذا الثواب الخاص بسبب هذه الألفاظ، ولا تقصد شيء آخر؟ لا، هو الحديث له بداية أنه قال عبدي يعني كذا صدقت أو هيك يعني، نهاية الحديث القول ولا تمسه النار أكيد يعني متأكد منها. مروان إيش؟ شوف ديجي ولا تلفون؟ نعم نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندنا خمسة. تفضل. الأول، بارك الله في يوم لم أزدد فيه علما. حديث ضعيف. الثاني، كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. صحيح في مسلم. من مات في القدس فكأنما مات في السماء. موضوع. الرابع، هل ورد فضيلة في من يموت في مكة أو المدينة أو بيت المقدس؟ في المدينة معروف أحاديث كثيرة. من استطاع منكم أن يموت في المدينة فليفعل. ما شاء الله. أي نعم. مكة ذكر شيء منها؟ ما أذكر. ولا بيت المقدس. ولا بيت المقدس. مسألة فقهية بسيطة، لو أحدنا مثلا شعر بتطاير شيء بسيط من رذاذ البول، يعني شك كأنه وصل، أو نحبه بماء رش عليه رش بدون ما يعني يغسل، يجزئ ذلك؟ يعني ألحقه بالماء؟ بس رش يعني. طيب شو الفرق بين شك وبين تيقن في الحالة هاي؟ ما دام ألحقه بالماء خلاص فعل واجبه. أيوة، يعني أنا قصدي خلينا نعتبره يقين إنه شعر في بعض رذاذ. هذا قصدي أنا مو أنت. أنا قلت لك شو الفرق بين الأمرين؟ ما في فرق ما دام ألحقه بالماء. بس ما فيش داعي يعني يغسل لغسيل. نعم، يعني يجزئ الرش. طبعا، لأنه الرش هذا إلا إذا كنت أقصد أنت بالرش يعني نضح بحيث أن الماء ما يسيل. أيوة. فهذا لا يكفي. لا يكفي. أما إذا كان أسال الماء فيكفي. لا بد من الإسالة. أي نعم. ماشي. طب لو كان كمية الماء غلب على الظن أنها أكثر من البول نجاسة بيجزئ حيث ما سالت؟ بحيث إيش؟ حيث أنها ما سالت الماء اللي رشها. يا أخي الله يهديك، نحن في القليل إنانك لابد من الإشارة. أيوة. فمن باب أولى بالكثير. نعم، عاش الحال. غيره؟ وجزاكم الله خيرا. وإياك إن شاء الله. الله، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجعت لك الحديث يا أستاذ. ما عم تدور على حديث سبحة الضحى؟ والله
لا شيخ جزاك الله خير جاوبنا عليه. بس بالنسبة لحديث الأخ الشيخ اللي سألك عنه فالحديث صحيح في صحيح الترغيب ولكن بطوله حتى نهايته لا تطعمه النار وهو حديث حسن. هو شافه الأخ بيقصد هو نفسه الحديث. هو الحديث الشيخ أنا سطرته وكتبته على ورقة نقلته قبل يومين ولكن الحديث طويل فمن قال الله أكبر قال لا إله إلا الله والله أكبر قال الله تبارك وتعالى كبرني عبدي هذا وارد هو نهايته هالكلام اللي تفضل فيه طيب قال فمن يعني قالها في مرضه ومات لا تطعمه النار فهو موجود هنا. قال أنا أما ذاك الحديث أنا شفته فموجود فيه وذاك أصح من هذا الأول. اللي الأول حديث أبي أمامة اللي فيه ومن خرج إلى سبحة الضحى وقلنا نحن أنه ليس فيه ذكر المسجد. أما هذاك فيه تصريح بالخروج إلى المسجد وهذا الذي فيه التصريح إسناده صحيح والأول إسناده حسن ولذلك فلا يبقى مجال للقول الذي قلناه آنفا تفقها أنه ما ذكر هنا المسجد. فإذا هذاك الحديث صحيح بيضيف على هذا الحديث الحسن زيادة المسجد فلابد من تبني هذه الزيادة. ورجعت في جملة ما رجعت مرقاة المفاتيح شرح مشكات المصابيح للشيخ علي بن قاري الحقيقة أجاب بنفس الجواب اللي أنا قلته أنه هذا ليس فيه ذكر المسجد لكن الفرق أنه هو جزء مؤلف وكتب. أنا قلت له كما تعلم من محتمل يكون الجواب هكذا لكن ما دام جاءت الزيادة في الحديث الصحيح فلابد حينئذ من أن يفهم الحديث الأول الحسن على ضوء الحديث الصحيح. وأخيرا يبقى السؤال اللي كان ورد هل هذا يعني يخصص عموم قوله عليه السلام وصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيتي إلا المكتوبة هل هذا يخصص ذاك أم يبقى بالنسبة لإنسان معذور مثلا أو لا يتيسر له الرجوع إلى البيت هذا يبقى أمر محتمل ليس عندي جواب قاطع في الموضوع لكن الفضيلة تتحقق بمثل ما جاء في الحديث أي صلى الضحى في المسجد. ورأيت الشيخ علي مقاري هذا ينقل عن الشافعية بأن صلاة الضحى عندهم في المسجد أفضل منها في البيت ونقل عن الشيخ أحمد بن حجر الهيتمي وليس العسقلاني استدلاله بهذا الحديث على ما ذهبوا إليه من أن صلاة الضحى في المسجد عندهم أفضل من صلاتها في البيت. فرد عليهم الشيخ علي القاري بجوابين. أولا قال ما ذكرته آنفا أنه ليس في الحديث ذكر المسجد هذا حديث أبي أمامة. وثانيا قال هذا إن صح الحديث فهو شكك في صحة الحديث لكن شك هذا مردود من ناحيتين. الناحية الأولى أن هذا الحديث الذي ليس فيه ذكر المسجد هو حسن الإسناد والناحية الأخرى أنه بيصير صحيحا لغيره بسبب الحديث الثاني اللي صرح بالمسجد. واضح لهنا؟ لكن نحن لا نقول بأنه الأفضل أن يتقصد المسجد لصلاة الضحى لابد أن هذا الحديث له وضعية خاصة لأننا وجدنا في بعض كتب الحديث بأن ابن عمر
رأى ناسا يصلون صلاة الضحى في المسجد فقال نعمة البدعة هذه، مثل ما قال أبو بالنسبة لصلاة التراويح تماما. فالله أعلم يعني هل هذا بالنسبة للقاصد أو بالنسبة للمعذور. جزاك الله خير شيخ، فعلا وأنا بقرأ في نفس الباب وجدت الملخص اللي ذكرته. جزاك الله خير، حتى أنت مشير إليه. نعم كويس. شفت لنا الحديث مع الأخ؟ ذكرت الحديث أنا. كنت أقرأ في الكتابين. فذكرت لنا من الصلاة. يلا. بالنسبة لمن جمع المغرب والعشاء جمع تقديم، فهل له أن يصلي السنة والوتر قبيل دخول وقت العشاء؟ يعني بعد الجمع. أي نعم. طبعا له ذلك. طيب شيخي، ينشأ سؤال آخر، من صلى السنة والوتر ثم انتظر في المسجد إلى حين دخول وقت العشاء، فهل له أن يصلي العشاء نافلة مرة أخرى؟ طبعا. ولا يمنع من ذلك صلاته الوتر؟ لا يمنع. جزاك الله. وياك. من زمان يا أستاذ. بالنسبة لقولك عن ابن عمر رضي الله عنهما نعمة البدعة عن الضحى ذكرتني بالنسبة لقضية يعني قيام رمضان من حيث قضية يعني الفاضل المفضول في البيت وفي هذا، ما لها ربط بالنسبة لقضية الضحى نفس الوضعية، يعني علاقة التفضيل صلاة قيام رمضان لو إنسان مثلا قاموا في البيت أو قاموا في المسجد، نفس الشيء ما لها ارتباط وعلاقة بالنسبة لقضية الضحى طالما تدرج نفس الشيء. ونعمة البدعة هو الذي حفزني أن أسأل يعني هذا السؤال. يعني خلاصة سؤالك، هل صلاة القيام صلاة التراويح في المسجد مع الجماعة أفضل أما صلاته في البيت ولو وحده أفضل بناء على عموم قوله فصلوا في بيوتكم فإن أفضل صلاة المرء في بيته المكتوبة؟ هذا هو خلاص السؤال. يعني يرد هذا السؤال. لا بدي أفهم سؤالك. نعم. عليكم السلام. نعم. سمعنا فتوى اليوم من أحد الشيوخ قال أنه لا تجوز للمرأة أن تظهر بصوتها في الصلاة الجهرية، هل هذا صحيح؟ صحيح ومو صحيح. كيف صحيح وكيف مو صحيح؟ لكن لعلك أنت ما سمعت منه صحيح، وأنا وأنا أشرح لك كيف صحيح وكيف مو صحيح. على حدود ما سمعت أنت منه راح أقدم لك عدة صور وبسألك وأنت ما عليه غير جواب بأخصر جواب. لو أنه امرأة في بيتها وما في عندها غير زوجها فقامت تصلي صلاة العشاء أو المغرب أو الصبح ورفعت صوتها، ما بيجوز عند هذا العالم؟ لا يجوز. نعم؟ يجوز. شلون لك أن قلت عنه أنه قال ما بيجوز؟ هو على إطلاقها ما قيدها. أنا عم أسألك عند هذا العالم، أنا ما عم أسألك أنت. نعم. عند هذا العالم يجوز؟ لا لا يجوز. نعم. أنا حتى عند هذا العالم يجوز. عند هذا العالم؟ هل أنت عم تقول أنه قال لا يجوز صوت المرأة عورة يجوز في الصورة اللي قدمت لك إياها؟ لا يجوز. هي حيرتني، مرة بتقول بيجوز عند هذا العالم ومرة بتقول لا، عم تخلط رأيك برأيه، ما عم يسألك عن رأيك. حسب ما أنت سمعت منه. حسب ما أنا سمعت لا يجوز. إيه إذن بقى واحدة من التنتين حتى ما نظلم الرجل. خلينا نظلمك أنت، يا هو الغلطان يا أنت. بقى شوف بقى أنت احكم لحالك. ما بيجوز أن يقال هذا الكلام على إطلاقه. أنا قلت لك صحيح ومو صحيح، فهذا تفصيله.
إذا كان لا يوجد عندها أحد من الغرباء الأجانب عنها غير المحارم فيجوز، وإن كان يوجد عندها غريب غير محرم فلا يجوز. يمكن هذا الشيخ إذا كان عالم، إذا كان عالم يمكن يقصد هذا المعنى الثاني. هو يقصد هذا بذاته لكن ما فسر تفسير، ما فسر تفسير. شو عرفك بقصده إذن؟ لأنه أطلقها لازم نقيدها يعني بصفته عالم ولا لا؟ أنا ما بقول لك لا لا ولا إيه، لكن بقول لك هذا التفصيل هو الصواب. نعم هذا الصواب. طيب غيره؟ غيره. يعني في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، طبعا إحنا خرجنا من الموضوع، في حديث آخر. عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 400 دواب، النمل والنحل والصراد والهدهد. هذا في صحيح مسلم؟ نعم. على جمتك؟ على جمتي. أنا أظنك واهم. منين شفته معزول صحيح مسلم؟ أنا مرة قرأته في صحيح مسلم. إذا لا تعب حالك بقى، يا أنا غلطان يا أنت، فمن راجع؟ أنا متأكد إني قرأته في صحيح مسلم وبرأس الآية كمان في مسجد الإمام البخاري. إيه أنا أعمل لك يا أنا يا أنت، من راجع؟ مش متأكد؟ شو المقصود؟ يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل 400 دواب. اي نعم. النمل والنحل والصراد والهدهد. تمام. طيب هل يجوز قتل غير هذه الحيوانات للضرورة؟ الله يهديك. الضرورة بيجوز قتل المسلم، الله يهديك. نعم. لكن في حيوانات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القتل فيها زي الحرق والماء الساخن مثلا زي صرافير او ما شابه ذلك. هاي طورت الفتوى هلا. كنا يعني كنا بالقتل صرنا بالماء الحار. حدد سؤالك الله يهديك. هل يجوز قتل الحشرات بالماء الساخن؟ هذا السؤال غير هذاك. ليش بالماء الساخن؟ ليش مو دعس ومعس مثلا او بطريقه اخرى؟ ايوه. اذا كان ما في وسيله غير هالوسيله هذه فيجوز ولا حول. اي نعم. يجوز لك ان تقول لا حول فقط. بيجوز اقول غير هيك، يمكن راح تستشكلها اكثر، راح اقول لك الحوقله. بيجوز ولا ما بيجوز؟ معليش بس انت سالتني وانا عم اسالك. بجوز ما دام بدل على مقصود فخير الكلام ما قل ودل. ونحن هلا ما نفي الذكر، لما بدنا نقعد نذكر الله بنقول لا اله الا الله، ما بنقول الله الله الله. لكن لما بدي اقول قال الله بقول قال الله. والان انا قصدي انه الفت نظرك للحوقله بكلمة لا حول وبس. طيب هناك في مو قصدي نذكر الله. نعم. هناك في آية اذكر ربك إذا نسيت. نعم. إذا نسي الإنسان فذكر الله ممكن أن يكون لا إله إلا الله، ممكن أن يكون الله أكبر. فهل في هذا تحديد في هذه الآية؟ لا ما في تحديد. يعني ممكن أن يقال الله أكبر. أي نعم. قال لا إله إلا الله. أي نعم. جزاكم الله خيرا. وإياك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ما في إزعاج. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بس تعليق على حديث السواك، يعني هل نعتبر من هذا الحديث من السنة استعمال سواك مثلا لجماعة؟ من قدر نستنبط الاستنباط واللي لا. هو عادة كانت موجودة. مش ممكن. نعم. مش ممكن هذا اعتباره سنة. نعم. لكن هذا من باب الإكرام. نعم. وبس إذا كان في مناسبة لإكرام شخص يوثى. يفعل. أما سنة مو بسنة، لأن الرسول كم مرة سواه بحياته؟ مرة واحدة. هذا هو هذا الحديث اللي قلت غير الحديث اللي سأل عن الأخ، الأخ بنظور عليه الأخ ممكن. بس بالنسبة للضحى الجميع اللي جمعته إيه النهاية.
بعد ما قال حديث رجل توضأ فأحسن وضوء ثم عمد إلى المسجد فصلى فيه الغداء ثم عقب بصلاة الضحى فقد أسرع الكرة وأعظم الغنيمة. هنا يعني كان يصلي الفجر في المسجد وبقي في المسجد حتى صار وقت الضحى فصلى الضحى فهو له الأجر. وانت ذاكر في قبله هنا هذا المعنى أنا ذكرت لك يا بالنسبة للحديث الأول. نعم هو هذا النهاية. أي نعم لكن يعني هني كان إشكال أنه ذكر الخروج إلى صلاة الضحى أولا حديث الأول حديث أبي أمامة بعدين قال ومن خرج إلى السبحة الضحى. أيوة فهذا التكرار هو اللي منعنا أن نفسره بهذا التفسير. فالآن بنبقيها على أنه إذا كان خروج خاص لصلاة الضحى خروج خاص نعم فله هذا الأجر. أي ويتعمد ويتعمد لكن هل نحن الآن مش عارفين النكتة ما بنعرف شو هو السبب سبب التعمد هذا. هل هو لأنه مثلا ظرفه في البيت ما بيساعده كما ذكر بعض المؤلفين يعني فما بنعرف الله أعلم. بس النخب وأنا كان في بغداد تحب أثناء المعركة كان يعني إجا من أيام قليلة تحب تسأل بعض الأسئلة إذا عنده معلومات يفيدنا إياها هات نشوف. إمتى جيت من بغداد؟ يوم بدأ الهجوم البري. يوم إيش؟ اللي بدأ الهجوم البري يوم الأحد الماضي يعني. طيب شو انطباعاتك هناك لما كنت موجود؟ شو شفت؟ شو رأيت؟ والله انطباعات إنه الشعارات اللي الناس عم تسمعها هون يعني ما شعارات هني مجرد شعارات يعني ما في أي تطبيق للشعارات الإسلامية يعني مجرد إنه البيانات يعني آيات قرآنية وهيك يعني أكثر من هيك ما في. تطبيق عملي يعني ما في نهائيا عملي. احنا كنا سمعنا من بعضهم يعني انه مين كان من اخواننا حاضرا بالنسبه للصلاه في بعض المساجد كان في اقبال على الصلاه. نعم وهيك حدثونا البعض. فانت ما رايت الظاهره هذه يعني بعد ما بلشت الحرب لما في اثناء الحرب؟ نعم اثناء الحرب لاكس كان مثلا صلاه الجمعه يكون معبى المسجد وبرا في عده صفوف يعني اثناء الحرب ثلثين المسجد بس. قد يكون انه الناس اغلبها هربت من بغداد يعني قد يكون انه الشباب كلهم بالجبهه يعني او قد يكون قله اقبال الله اعلم يعني. بس قد يعني العدد قد يجد. في احد الاخوه يعني كان عراقي خريج شريعه اساس تعين مدرس تربيه دينيه يعني وصار تعينه قبل بدايه الحرب ست ايام تقريبا وملتحي على اساس مدرس تربيه دينيه فقالوا له انه واحد يعني من المدرسه قال له انه بصير الحال يعني قال له انه انا مدرس تربيه دينيه قال ما يعني ما بمشي الحال فما بعرف قد تكون انه تصرف شخصي او هي سياسي عامه هي بس كمان بالامتحانات هذه اخبار مؤسفه سمعنا منها الشيء الكثير كانوا يصادروا الهويات من الملتحين ويقولوا له روح احدى لحيتك وتاخذ هويتك. هي صارت معنا بالامتحانات كمان نص الامتحانات دخلوا علينا انه من التعليمات الامتحانيه ممنوع اللحاق واخذوا توقيع من كل طالب ملتحي اساس ثاني نهار ما يدخل على الامتحان اذا كان ملتحي. الله اكبر. هي امتحانات السنه الماضيه يعني السنه الماضيه. اي على كلها بالنسبه للماضي اخي الماضي زفت مع الاسف. الله المستعان. يعني على التبرعات اللي عم تروح من هون لهنيك يعني بس مو يعني كنا واقفين يعني شفت سياره شحن في مثل هيك يعني الدلالات او هذول بسموها في الاسواق المركزيه بياخذوا يعني بيروحوا يبيعوا المواد. اي وسمعنا كمان انه هذول الدلالات هم اللي عم ياخذوا المواد. وسمعنا انه المصريين اكثرهم عم ياخذوها لمصالحهم الشخصيه. والله هو المصريين هالفتره قليلين جدا ما ويعني بعض المصريين ايه على كل حال نسأل الله ان يصلح احوال المسلمين ويعزهم على الكافرين. طيب اذا كان انتهيتوا فانصرفوا راشدين. يا الله.
وعليكم السلام ورحمة الله. الأخ اللي كان حكى عن حق اللحى في بغداد. في هون كلام شيخ محمد هذا الموضوع. أسمعه. أصبر يا إخواني أسمع الله يجزيكم خير. يعني شيخ إحنا كنا موجودين في بغداد. وإحنا جزائريين. طلعنا بمساند الشعب العراقي. أثناء الحرب بعد ما سمعنا أن العراق سحب من الكويت نقلونا إلى تكنة عسكرية خارج بغداد، وهذه التكنة العسكرية بتاع الحرس الجمهوري، وفي إخوان حاليا احنا رجعنا في إخوان حاليا يتدربون على السلاح، واحنا بعد ما دخلنا إلى التكنة العسكرية وضعنا شروط أن ما يكون في حلق اللحية، لابد أن نلتزم مواقيت الصلاة في وقتها، وأن ما تكونش تحية وما تكونش تحية العالم، وافقوا على ذلك. في إخوان حاليا يعني يتدربون، وفي إخوان جزائريين وصلوا البارح من جزائر بغداد، وهم سافروا اليوم يعني على الساعة 3 مساء إلى بغداد يعني لكي يتدربون. يعني إخوان يعني ما سمعنا أن يعني يفرض أنك تحلق اللحية وكذا وكذا. إيه نحن نرجو هذا، بس يا أخي الغرباء أمثالكم الذين ذهبوا مددا لهم ليس من المعقول أن تصل سياستهم إلى أن يفرضوا ضلالهم حتى على هؤلاء الغرباء. لكن هذه الأخبار يعني لا يمكن إنكارها بالنسبة للغرباء الآخرين الذين يدخلون الكويت أو يدخلون العراق وهم يحملون في نفوسهم مظاهر إسلامية، ففي كان مضايقة على مثل هذه المظاهر أشياء كثيرة، يعني ناس صادقين أخبرون بشيء من هذا، يعني أخذوا هويتهم وما سلموها إلا بعد أن عادوا إليها حالقين لحاهم، هذا وقع. أما الصورة اللي أنت عم تحكيها معقولة جدا أن يعطوا الحرية لكم لأنه جئتم مددا لهم وأعانا لهم، ومش معقول يفرضوا عليكم انحرافهم عن الإسلام. عندك شيء؟ عفوا شيخنا. نعم. بخصوص شيخنا الهويات هذول، لأنه من رب اللحية بعد الحرب، لأنه يعني بتكون لحيته عفوا شكله بالهوية بدون لحية، هم فرضوا على هؤلاء الناس يحلقوا لحاهم خشية أنهم يعني يلعبوا عليهم أو كذا من هذا. أي ترخيها حلوة أي. هكذا شيخنا علمنا. الله أعلم. أي نعم. الله أعلم. علمنا بهذا. الله أعلم. ما هو الحكم الشرعي من المبادرة التي قامت بها الجبهة الإسلامية الإنقاذ في الجزائر بإرسالها لأفواج متطوعين إلى بغداد؟ الحكم الشرعي حسب الإرسال. نعم. إن كان إرسال مقصود فيه الانتصار لصدام أو حزب البعث فلا يجوز. لا اسمع، وإن كان المقصود فيه هو مناصرة الشعب العراقي فأنت سمعت جوابنا سابقا. هو القصد كان دفع الصائل. مش مهم هذا، خلي بينك وبين نفسك. نعم. مهم أن تسمع الجواب. طيب بعدين انا منك. نعم في شيء غيره؟ بما هم كثيرون فرضوا علينا، فهل يصح لنا ان يعني نكتب ونحن نعلم ان مفاد السنه؟ انت تكتب ما يريدون وتكتب ما جاء في السنه، وبذلك تجمع بين جلب المصلحه ودفع المفسده. واضح؟ نعم. يا الله. عاشك يا ابو ليلى. الشرب ماشي ازاي كمان؟ الشرب ماشي يعني كيف؟ الأكل ماشيا، جاء النص على أنهم كانوا يفعلونه. نعم.
أما الشرب ماشي أنت ما نعرف عنه. ها؟ والله هذا يمكن أن يقاس لكن ما تعرف القياس الذي يتقام تنهاي عليه. لذلك أنا ما أتجرد على القول بالجواز أو عدم الجواز، لكن أنا أقول إن كان مضطرا فيشرب وهو ماشي. الذي يتحدث الإنسان الشرب ماشي أنا. السلام عليكم.